جانب وزارة السياحة في موضوع السياحة الداخلية وخاصة السياحة الدينية. الرأي مقبول لدينا أيا كان، والرأي الآخر مقبول لدينا أيا كان. أنا ما زلت أقف مع الإخوة الذين قالوا هناك تقصير، تقصير واضح. ما زلت أقف مع كل المنادين بضرورة تفعيل النشاط المواطني الحقيقي لدى المواطنين حتى ينشئوا مثل هذه المنشآت. يعني أنا اللي كنت أراه، ما كنت أشوف ما أطلق عليه من البعض في التقرير الحسينية. الحسينية بمفهومها البسيط هي مكان أشبه ما يكون في المسجد، تؤدى فيه الطقوس الدينية حسب يعني الملل والنحل التي يتبع لها هؤلاء أو أولئك. حتى لا أطيل عليكم وحتى أترك لكم المجال للتواصل معنا، أرقام الهواتف الظاهرة أمامكم. خلونا نستضيف الآن الرجل الطيب الذي أنا أعتبره أصابته نكبة حقيقة بالحريق، والذي واضح أنه حريق مفتعل مقصود بحد ذاته لإيذائه وللوقوف في وجه تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار في السياحة الداخلية. أهلا وسهلا بالسيد جميل عبد القادر، مساء الخير. وأولا يعني لا أملك أنا شخصيا غير أني أقول لك الله يعوض عليك. ربنا كريم إن شاء الله. طيب تعطيني لمحة هيك بسيطة، ماذا تعمل؟ أنا بأساس أنا مواطن أردني. أهلا وسهلا. أحمل رقم وطني، مضيت 23 سنة بالغربة في دول الخليج، وعدت إلى بلد الأردن وبدأت أعمل في بعض الاستثمارات. من ضمنها كان عندي محل قطع غيار معدات كتربلر في شارع مادبة، لكن بعته بعد 3 سنوات إلى شريكي. وعندي مكتب سياحة أسسته بعام 1992، وبدأت العمل في مكتب السياحة على نطاق سياحة دينية سواء مسلمة أو مسيحية والسياحة العادية. طيب أنت وين المكتب؟ المكتب السياحة، لا المكتب السياحة في عمان. يعني بدأت عملك السياحي في عمان. في عمان. نعم. سنة 1992 وكنت تمارس الأنماط عامة أو الأشكال عامة من الأشكال السياحية. نعم. سياحة العلاجية، سياحة التاريخية الأثرية. نعم. سياحة الدينية. سياحة كلها السياحة الدينية المسلمة يعني بتشكل 60% من حجم عمل المكتب الخاص بي. هلا في انا كمان يعني احنا انا ما بحبش يعني بعد اذنك طبعا فضل. ما بحب افصل بين السياحة الدينية بكاملها، لا هاي على انه عندنا المغطس وجبل نبو والمكاوير. بس بحكي انها بتشكل 60% من حجم عملي، لانه حجم عملك انت. حجم عملي انا الان الحالي اللي هو وين؟ اللي هو في العمان، اللي هم السياحه الدينيه طبعا هي ما بتيجي بس للمزار. هي المزار احدى المواقع من اهم المواقع الدينيه، لانه رحمه الله عليه الشهيد جعفر الطيار. بالضبط، جعفر هناك. الطيار، وفي عبد الله بن رواحه، وفي نعم. زيد بن حارثه. نعم. في بالاضافه له في اصحاب الكهف، في النبي شعيب والنبي يوشع بالسلط. نعم. في بالاغوار ابو عبيده وشرحبيل وعده يعني من الاماكن. فاحنا وفي بمنطقه ابو نصير كمان بالجبيهه في. نعم بس نعم. ما حدش بروح له. عبد الرحمن بن عوف. ما حدا بيسأل عنه. نعم. لا هذا دوركم مش دوركم. نعم. نعم. دوركم بالتعاون مع وزارة صحيح. السياحة لإبراز المعالم السياحية. السياحة الدينية احنا ما نستقطب فقط. نعم. طائفة البهرة. ايش هي البهرة؟ هي طائفة البهرة، يعني البهرة مأخوذة من التاجر. هم هاي الطائفة معظمها تعمل في التجارة.
هم على ما يبدو مش من ايران هذول من لا 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 هم ما لهمش دخل بايران لا يوجدوا نهائيا ما لهم في لا لا ما لهم بايران معلش انا بس بدي اوضح نقطه بعد اذنك يعني لغايه في نفسي يعقوب انا نعم. هم من الهند وليسوا من ايران طائفه البوهرة الاغلبيه موجوده بالهند نعم بها قليل في باكستان نعم وفيها باليمن وفي منهم طبعا مغتربين موجودين في امريكا في كندا في بريطانيا في المانيا بيجينا احنا من كل الدول عندك فكره عن معتقدهم هذول استاذ محمد سيدي هو انا انا يعني ما تعمقت في معتقداتهم أيوة. انا تدري من ناحيه بنظر لها من ناحيه عمل يعني خلينا نقول هم يعني انا بالنسبه لي اللي اتضح لي انهم يعني بين الشيعة وبين السنة لأنهم يزوروا الأماكن المقدسة الدينية الخاصة بالجهتين يعني هم بيجوا بيزوروا هذا الأماكن بيزوروا النبي شعيب بيزوروا أصحاب الكهف بروحوا على القدس على قبط الصخرة بروحوا على الخليل فيعني أنا دوري يبقى أزورهم هذه المناطق كلها حتى بالضفة الغربية الضفة الغربية نعم أنا في البداية طائفة البوهرة ما كانت تشتغل معي هي اشتغلت مع مكتبين سابقين لإلي ومن ثمن سنوات عملوا تشتغل. اتفاقية وبدأوا يشتغلوا معي نعم. طبعا هذا معروف عن طائفة البوهرة إذا بدي أسترسل في الحديث نعم إذا بتسمح لي بسترسل بي يعني احنا بهمنا أولا أن نوضح أن المجموعات التي تقوم باستخدامها أو تتعامل معك أو أنت موقع معها عقد نعم. هي ليست كما قيل واللي على أساسه قامت مجموعة من الأفراد بافتعال هذا الحريق أو بمداهمة الفيلا الخاصة فيك وحرقها بالمناسبة أنا علمت أنه في معك مخططات عن الفيلا سيدي أنا مخطط معي مخطط عن الفيلا عن عن المشروع مش عن الفيلا عن مشروع الفيلا الفيلا أنا شريتها فيلا جاهزة شو هو المشروع شو هو بالذات المشروع هو بناء سكني استثماري بغرض تسكين مجموعات السياحية اللي بتيجي لعندي طب وإيش بيقول العاد حسينية ومش عارف إيه سيدي هذه تشويه للحقائق طبعا ورجيني إيش اللي عندك المشروع هذا هم ادعوا انه طابقين مشروع من طابقين وليس به اعمده وهذا كلام طبعا غير صحيح هذا هو المشروع باين هون اربع طوابق وناخذ تصريح حاليا بنعدل في المخططات نعمل طابق اضافي بالاضافه انه هلا له ترخيص ورقم طبعا له ترخيص مرخص قانوني نظامي هي الاسم المكتب الهندسي ومختوم هذا هو من هون كل شيء جاهز مزبوط حسب الاصول طب سؤالي انه طب هاي ايش طوابق هاي يعني طوابق طوابق يعني سكن اغلب ما سيدي هو هي كل طابق خليني اسميها معمول بشكل الغرف خليني اقول بشكل ثاني استاذ جميل هذه كانها شبيهه بالشقق الفندقيه شقق فندقيه بالضبط انا بعد ما ينتهي هذا المشروع عاوز اخذ ترخيص شقق فندقيه لأ. ايه يعني ما لهاش علاقه لا في لا في 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 ولا انا مكتب يعني سياحه ما لها علاقه يعني هم هذه معلش ابو نعم محمد مش هيك نعم اخ جميل اذا هذا المشروع مش للممارسه الدينيه هو للاقامه ابدا هذا الحكي ابدا مغالطه كبيره ووضحنا لهم يعني هذا الموضوع احنا وضحناه يعني في اجتماع كان نعم مع عطوفه محافظ الكرك نعم ومتصرف لواء المزار نعم وكان مدير شرطة محافظة الكرك نعم واثنين من المخابرات في اجتمعوا معنا حول 11-12 شخص من المشايخ نعم بخصوص معارضتهم لهذا المشروع وطلبوا إيقاف العمل في المشروع من المحافظ طلبوا إيقاف العمل؟ ليه؟ ما بدهم إياه بدهمش المشروع هذا انطلب من المحافظ المحافظ جابهم كلهم أنا ما بقدر أوقف العمل في المشروع إلا بحالتين في اثنين اللي بيقدروا يوقفوهم في المحكمة إذا عندكم أسباب والمحكمة حكمت أنا هذيك الساعة بنفذ طب أنت قلت لي عفوا أن المحافظ طلب إيقاف العمل لا هم طلبوا من المحافظ توقيف العمل من هم من بالتحديد مشايخ في عندك الدكتور أمين بدون أسماء بدون أسماء مشايخ من المنطقة يعني مجموعات من 11 شخص أجوا من المشايخ السلفيين والإخوان أوكي
خلاص هلا هيك وصلت الصورة، وصلت الصورة، الصورة وصلت. مجموعة هدفها توقيف المشروع، مجموعة من الساكنين أو القاطنين في ذلك المكان، سواء كانوا من أهل المنطقة أو من الوافدين. أنا رغم أنه بوجه التحية لكل اللي كانوا في التقرير، أنه قالوا هذا دخيل على عاداتنا وعلى ثقافاتنا، وهذا مش من عاداتنا إحنا أهل المزارع وأهل الكرك. أنا بحييهم جميعا حقيقة، وهذا أملنا دائما في 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 شعبنا. هم مش من أهل المزار، إيه هم مش من أهل المزار المشايخ. ما ضروري جدا، نعم ضروري جدا أن نوضح أنه هذه المجموعة هم من القاطنين، يعني اللي مش من أهل المنطقة الأصيلين. لا هم من محافظة الكرك، من لكن محافظة مش الكرك. من سكان المزار الجنوب. ماشي ماشي ماشي. وطبعا محافظ الكرك قال لهم أنا ما بقدر أوقف العمل بالمشروع، لأنه المشروع لمواطن أردني يحمل الرقم الوطني، والمشروع مرخص حسب الأصول. نعم. ما عندي أي سبب لتوقيفه. نعم. فعندكم طريقتين، إنكم توقف المشروع، في عندكم المحكمة إذا عندكم أسباب، أو جلالة الملك. نعم. طيب وما فالمهم في النهاية أنا يعني حتى المحافظ حكى لهم، قال لهم أوكي بدوش يسكن زوار. بدنا نسكن طلاب جامعة مؤتة. قالوا برضو ما بنسمح. إيه. يعني هم كان ضد المشروع بشكل واضح، مش ضد لا بهرة ولا ضد شيعة ولا شيء، بس اتخذوا كلمة الحسينية والبهرة والتشيع أخذوها وسيلة لوصول لغايات خاصة في أنفسهم. طيب خليني أنا أكون شوي يعني فضولي أكثر. تفضل. وأدخل معاك في حوار شخصي، شبه شخصي. نعم. لأنه إحنا قلنا أنه إحنا نبحث عن الحقيقة. تمام. أهلا وسهلا، تفضل. انت بتقول انه اخذوا هذا الموضوع كمدخل، ولا له علاقة لا في التشيع ولا في الحسينيات ولا ضد البهرة ولا بالضبط. طب ليه؟ شوف البهرة بدون كمان مرة بس بدون اسماء، بدون اسماء إيه؟ البهرة بزور المنطقة من 15